أنابَ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور مهرجان وينزر للفروسية المقام في بريطانيا. نعم، جاء ذلك بمشاركة كبيرة من فرسان العالم وبحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على ما تتميز به العلاقات البحرينية البريطانية من تطور مستمر في ظل الرؤية الملكية السامية من لدن جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مما ساهم في مواصلة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة والمسارات بين البلدين الصديقين استنادا على عمق ومتانة الروابط التاريخية والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية المهرجان والذي يعد شاهدا على العلاقات التاريخية وخصوصيتها المتميزة بين البلدين في الجانب الرياضي في ظل الاهتمام والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. أشاد سموه بالمشاركة البارزة للفريق الملكي للقدرة والمستويات التي قدمها الفرسان متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح. هذا وقد حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على متابعة فرسان الفريق الملكي المشارك في المهرجان حيث كان لمتابعة وتوجيهات سموه أثرا كبيرا على إعطاء الفرسان دفعة معنوية عالية لتصدر المراحل الأولى في كافة السباقات لمسافة 100 كيلومتر و220 كيلومتر و160 كيلومتر. التقى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع عدد من الشخصيات البريطانية متبادلا سموه معهم الأحاديث حول العلاقة الوطيدة التي تربط البحرين ببريطانيا وأهمية مواصلة تطورها في مختلف المجالات وبالأخص في المجال الرياضي.